السلام عليكم ورحمة الله. بعض السيارات الحديثة دلوقتي بينزل فيها كهرباء 220 فولت، لكن الكهرباء دي بتبقى على قد حالها شوية، يعني تشحن اللابتوب بتاعك، تشحن الموبايل على شحن المنزل كده يعني. لكن في مستوى تاني من الكهرباء ال 220 فولت على بطارية السيارة اسمه مستوى الوحش، لأن في المستوى ده أنت ممكن تشغل مكنة لحام على بطارية السيارة، ممكن تشغل ديسك قطعية، ممكن تشغل صاروخ، ممكن تشغل 40 50 لمبة. طيب الكلام ده ينفع مين؟ الكلام ده بينفع الناس اللي هي بتطلع تعمل تخييم وفي الصحراء وحاجات زي كده، وينفع الناس اللي شغلها لسه في أماكن جديدة تحت الإنشاء ما فيهاش كهرباء. خلي بالك هنا أنا بكلمك على كهرباء بجد من بطارية العربية، مش التهريج اللي بينزل في العربيات الحديثة. طيب حتى لو أنت مش من الناس بتوع التخييم، ولو أنت مش من الناس اللي بتشتغل في اماكن ما فيهاش 220 فولت، اللي في الفيديو ده اكيد هينفعك، لانه في وقت من الاوقات او في ظرف من الظروف اكيد هينقذك. كفاية كده كلام وخلينا نبدأ. الجهاز بيجي في كرتونة ده حجمها، ولما تفتحها هتلاقيهم حاطين الجهاز جوه فل من الناحيتين علشان يحميه ويحافظ عليه اثناء الشحن. نشيل الفل الاول من الجهاز علشان يبان قدامك. ده كيس بيجي معاه وفيه مشتملاته، وهوضح فايدة كل حاجة. وده الكتيب، وهو اصلا مش محتاج كتيب لان توصيله وتشغيله بسيط جدا. هو ده الجهاز او الانفرتر، وحجمه في ايدي زي ما انت شايف، ووزنه حوالي 5 كيلو. من الناحية دي هتلاقي مكان توصيل السالب والموجب، واتنين مروحة لتبريده اثناء التشغيل. ومن الناحية التانية هتلاقي مخرج فيشتين 220 فولت، وده زرار التشغيل، وده الزرار اللي بيغير بين الفانكشن بتاعه، والشاشة اللي بتوضح لك حالة البطارية اللي انت شغال عليها والفولت بتاعها والفولت اللي طالع من الجهاز. نطلع المشتملات من الكيس، هنلاقي اتنين كابل سالب وموجب، بنحتاج منهم طقم واحد بس والتاني انت مش محتاجه حاليا، وده الكيس اللي بيجي فيه اواطيش البطارية وشوية فيوز في الكيس الكبير. وفيه من الناحية دي فتحتين، ومن الناحية التانية فتحتين علشان لو عايز تثبته على اي حاجة. توصيل الكابلات مش محتاج اي فنيات، بتفك الغطيان البلاستيك الاول، هتلاقي جوه صواميل وتحت منهم ورد على كل طرف، بتفكهم الاول وبتجيب الكابلات بتاعتك. السالب الاسود على السالب، وتربط عليه الصامولة وتشد عليها بقوة معقولة، مفيش داعي تشد جامد قوي علشان ما تكسرش القواعد، ونفس الموضوع على الطرف الاحمر. وبعدها بتركب الغطيان البلاستيك فوق منهم للحماية، وبتجيب الاواطيش بتاعت البطارية وتركب واحد على الكابل ده وواحد على الكابل ده. في النهاية بتكون الاواطيش جاهزة على التركيب في البطارية. وهوضح لك عملي دلوقتي مميزات وعيوب استخدامه على البطارية فقط، او استخدامه على بطارية السيارة والسيارة شغالة، وهسيب لكم الرابط بتاعه تحت الفيديو علشان لو حد فيكم حب يقرأ باقي المعلومات الفنية بتاعته او يعرف سعره كام. وهو على فكرة مجالات استخدامه ملهاش حصر وهينفع ناس كتير جدا. نبدأ بقى الجزء العملي بتاعنا. الاول هفك البطارية من السيارة علشان اوضح لك بشكل عملي الفرق بين استخدامه على البطارية فقط او استخدامه على البطارية وهي راكبة في السيارة والسيارة شغالة. وقبل ما ابدأ التوصيل والتشغيل، انا عارف ناس هتسأل ايه اللي على البطارية ده، والاجابة ده اسمه جراب بطارية مع العازل الحراري، وهفكه علشان تفهم فكرته ووظيفته. دي طبقة عزل حراري بتحمي البطارية من الحرارة العالية في الصيف والبرودة العالية في الشتاء علشان بطارية السيارة تعيش عمر اطول وتشتغل في ظروف قياسية. والجراب مع العازل بيتباع جاهز بالشكل ده كده لكل احجام البطاريات، ودول الاتنين عازل حراري اللي بيجوا فيه، وفيهم لزق ذاتي من الخلف علشان نلزقهم ونعزل جناب البطارية. وده الجراب الطبقتين اللي بتلفه على البطارية وتشده وتقفله على نفسه بسكوتش فك وتركيب، وده الغطا بتاع الجراب، وهسيب لكم رابط الجراب تحت الفيديو علشان لو حد فيكم حب يشتريه. وهو متوفر منه لكل مقاسات واحجام البطاريات من اول 35 امبير لحد 80 امبير، وسعره اقتصادي يعني مش غالي. نبدأ بقى التوصيلات بتاعتنا، الموجب على الموجب ونربطه كويس باحكام، والسالب على السالب وبرضه يتربط كويس. بعد ما بتوصله بتضغط على الزرار ده بيشتغل، وياخد بتاع ثانيتين ثلاثة كده على ما يحمل، وبعدها يقول لك الفولت اللي طالع قد ايه، وتدوس على زرار الفانكشن يقول لك البطارية مشحونة ولا لأ وفيها كام فولت. نبدأ بقى الاستخدام العملي. الاول هجيب الصاروخ واركب الفيشة بتاعته في الانفرتر اللي متوصل على البطارية، ونشوف الاداء هيكون عامل ازاي.
طيب نتنقل لحاجة أصعب شوية. جبت الهيلتي بتاعي علشان أجربه عليه، وبعد ما أجربه هجرب الهيلتي والصاروخ الاتنين مع بعض في وقت واحد. طيب تمام، خلينا نتنقل لحاجة أصعب شوية، وهي مكنة لحام مج وكهرباء، ونشوف هل هيصمد ولا هينهار. الأول هرتب المكان وأوسع لنفسي وأجيب قطعتين حديد علشان ألحمهم وأشوف النتيجة. شغل المكنة ولحمت بيها عادي جدا، وهقرب لك علشان تشوف بوضوح لحام كهرباء عادي ويلحم مج كمان بسهولة. خلينا ناخد الاختبارات لمستوى متطرف، وده ديسك قطعية 14 بوصة 3000 واط، وهركب الفيشة فيه واشوف النتيجة. قطع بس البطارية بدأت تضعف، وده عيبه لو هتشغله على بطارية فقط، لكن لما توصله على بطارية السيارة والسيارة شغالة الوضع هيختلف 180 درجة، وخليني أوريلك. على البطارية والسيارة شغالة على الصلانسيه الوضع فعلا بيختلف 180 درجة، وللعلم هو في حماية داخلية بحيث لو انت شغلت عليه حاجة اقوى من الوات بتاعه بيفصل كنوع من الحماية لنفسه وللآلة اللي هتشغلها عليه، ومفيش ضرر على بطارية السيارة. لايك وشير للفيديو علشان اكيد الانفرتر ده هينفع ناس كتير بتشتغل في اماكن ما بيكونش فيها كهربا وبتكون محتاجة كهربا بامبير محترم، والسيارة شغالة على الصلانسيه فقط. وبعد ما تضغط على زر اشتراك فعل اشعارات عن طريق الضغط على علامة الجرس. بكده اكون وصلت لنهاية الفيديو، ونكمل مع بعض الفيديو اللي جاي بإذن الله.